everyone, with you Ms. Shaima Munir. Welcome everyone. النهاردة درس بتاعنا exclusive حصري جدا. النهاردة معانا منهج Connect 3 Unit 1 Lesson 1 I Feel Happy. النهاردة معانا الدرس الأول الوحدة الأولى من منهج Connect 3. يلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف معانا إيه. أول حاجة معايا وهي كلمة feel. Feel يشعر ودي verb. Okay. Feel. Feel. Okay. كمان معايا Thursday عطشان. Thursday again. Thursday. Very good. Excellent. طيب نشوف معانا ايه تاني. Hungry جعان. Hungry. Repeat after me. قولوا ورايا. Hungry. Excellent. Hungry. Okay. Excited متحمس. Excited again. Excited. Okay. Sad حزين زي ما انتوا شايفينه كده. Sad. Sad. Okay. Angry غضبان. Angry again. Angry. خدوا بالكوا كل ده اللي احنا بنقوله هي adjective صفات. Okay. Happy سعيد مبسوط. Happy. Happy. Okay. هنيجي مع بعض دلوقتي للانجويج فانكشنز وهي الوظائف اللغوية. هنشوف مع بعض الجزء ده هنتكلم فيه عن ايه. دلوقتي عند السؤال عن المشاعر بنستخدم ايه؟ لو اسأل حد يعني هو حاسس بايه، كيف يشعر او كيف تشعر، بستخدم ايه؟ بقول دايما how do you feel. كيف تشعر. How do you feel. كيف تشعر. شوف مع بعض مثال. يلا بينا. هنا مثلا بتقول ايه؟ How do you feel؟ كيف تشعري؟ قالت ايه؟ I feel thirsty. أشعر بالعطش. ممكن أقول I feel hungry. أشعر بالجوع. I feel sad. أشعر بالحزن. And so on. يبقى I feel أنا أشعر دايما بيجي وراها adjective صفة. أوكي؟ سهلة جدا أهي وبسيطة. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بلسن 1 من خلال يونت 1. استنوني هنكمل مع بعض بقية الأجزاء. Thanks for watching and see you soon. Thanks for watching and see you soon. Bye.